السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابي الأعزاء بجامعة الجامعة الذكية، أهلا ومرحبا بكم في مادة ريسك مانجمنت أو إدارة المخاطر. إدارة المخاطر من المواد المهمة والجميلة بالنسبة لكلية المعلوماتية قسم سايبر سيكيورتي. إحنا يمكن دراستنا كلها أغلبها تكنيكال وجزء خاص بالديكريبشن والإنكريبشن، إزاي نشفر البرامج وإزاي نحاول نحمي أو نأمن المعلومات بتاعتنا. يمكن ده جاي حتى من اسمنا، إحنا الأمن السيبراني هو أمن المعلومات. فبالتالي انا النهارده محتاج ان انا اتعلم جزء من الاداره او الريسك مانجمنت. الريسك مانجمنت هي اداره المخاطر، والطبيعي جدا والواضح من كلامنا ان انا بتعامل مع داتا، والداتا دي بتتعرض لخطر، وبالتالي انا محتاج دايما اني انا احمي هذه البيانات بشكل او باخر من انها يحصل ليها اي اختراق، يحصل ليها اي فقد، اي تلف. وبالتالي انا محتاج ادرس المخاطر اللي ممكن اتعرض ليها وكيفية التعامل معها، سواء قبل ما اتعرض ليها او في حالة ان انا اوريدي خلاص تعرضت للخطر، زي خطر حريق، زلزال، بركان. دي مخاطر طبيعية. احيانا بيكون الحريق برضو نتيجة لحاجة طبيعية، لو انا بشتغل في حاجة قريبة من غابات او قريبة بيكون نتيجة طبيعية او حاجة خاصة بالبيئة. في بعض المخاطر الأخرى زي المخاطر السياسية والاجتماعية والاقتصادية، عشان أقدر أتعامل مع كل أنواع هذه المخاطر اللي هندرسها مع بعض بالتفصيل، لازم أكون فاهم يعني إيه إدارة ويعني إيه مخاطر، وبعدين أدمج الاتنين في بعض عشان أتوصل لحاجة اسمها إدارة المخاطر أو الريسك مانجمنت. أنا معاكم دكتورة داليا حسني، هنكون مع بعض إن شاء الله على مدار العشر محاضرات بتوعنا. أتمنى لكم كل التوفيق، ونبتدي بقى محاضرتنا الأولى إن شاء الله بدراسة إدارة المخاطر أو Risk Management. علشان أفهم Risk Management كويس، لازم أكون فاهم يعني إيه Management أصلا. فبالتالي أنا النهاردة محاضرتنا الأولى هتتكلم في نقطتين يمكن أساسيتين، هنتناول على مدار العشر محاضرات بتوعنا المانجمنت في الأول، وبعدين الريسك، وبعدين Risk Management. يمكن النهاردة أنا هركز نص المحاضرة بتاعتي على المانجمنت، وبعد كده على الريسك، لان ده اللي انا محتاج اعرفه. لما اقول what you need to know، انت محتاج تعرف ايه عن الماده بتاعتك، انا محتاج اتعرف على الاداره، علم الاداره، خاصه ان اغلب الموجودين او اغلب اللي بيدرسوا السايبر سيكيورتي مش بيكونوا خريجين اداره، بيكون دايما يا اما انجينيرنج يا اما كمبيوتر ساينس يا اما، فبالتالي هو محتاج يفهم المانجمنت كويس. بعد كده ابتدي اتعرف يعني ايه ريسك، يعني ايه what is the risk، يعني ايه المخاطر او ايه المخاطر اللي ممكن اتعرض لها، الريسك بأهدافه وبأنواعه وبكل ما يتعلق به. ثم نتطرق للريسك مانجمنت وإيه هي إدارة المخاطر واستراتيجيات إدارة المخاطر وكيفية التعامل معها والسيطرة عليها وكل ما يتعلق بـ how to manage the risk. في البداية هتكلم مع حضراتكم عن، هناخد كده introduction to management أو مقدمة عن علم الإدارة أو الإدارة. فبنبتدي نشوف هي ليه الإدارة مهمة أو إيه هي أهمية علم الإدارة. هنلاقي عندنا ان الاداره او المانجمنت مهمه لجميع الجهود اللي بتبذل داخل المنظمه، لان هي بتنظم لي هذه الجهود او المجهود اللي احنا بنبذله داخل هذه المنظمه. اي منظمه او اي شركه بتتكون من استراكشر او بنيه تحتيه، الهيكل التنظيمي بتاعها، العاملين، كل ده محتاج لاداره جيده. وكل ده على فكره بيتعرض لمخاطر، لان ممكن اتعرض لخطر يؤدي لضرر الات او معدات، ممكن اتعرض لخطر يؤدي لضرر افراد. فانا محتاج افهم يعني ايه اداره وايه هي ضروره او اهميه علم الاداره. فهنلاقي نمبر 1 هي ان المانجمنت از اسينشال ان اول اورجنايزد ايفورت. الاداره هي ضروريه في جميع او مهمه في جميع الجهود التي تبذلها المنظمه. الحاجه الثانيه ان الاداره هي العنصر الديناميكي، بنقول عليها الدايناميك. ليه بنقول ليه هي العنصر الديناميكي؟ ده بيدي حياه للمؤسسه. life given element in every organization. يبقى كل المؤسسات الإدارة بالنسبة لنا هي بنقول عليها كده الروح أو الحياة للمؤسسات. فبالتالي أنا النهاردة هي الجزء الديناميك، يعني الجزء اللي فيه حركة، بنقول عليها الإدارة هي العنصر الديناميكي الذي يعطي حياة في كل مؤسسة على حدة، لكل المؤسسات أو لكل المنظمات، مؤسسة اقتصادية، مؤسسة اجتماعية، مؤسسة إدارية أو بيئية، لأي مؤسسة. يبقى أنا في البداية خالص عرفت إن هي عبارة هي ضرورية. ليه؟ لأنها ترتبط بكل الجهود المبذولة داخل المنظمة. الحاجة الثانية هي العنصر الديناميكي اللي بيدي الحياة للمؤسسة بتاعتنا. الحاجة الثالثة، الإدارة بتعتبر عنصر حاسم في النمو الاقتصادي سواء للمجتمع أو للدولة اللي احنا فيها،
أو للبلد، يبقى أي دولة بتبنى أو بتنمو اقتصاديا لازم يكون عندها إدارة ناجحة. نيجي نتكلم النهاردة نقول الإدارة الناجحة بتساوي نجاح للمؤسسة، ونجاح المؤسسة بيرتبط بنجاح البلد، ونجاح البلد بيرتبط برفع اقتصاد الدولة نفسها. يبقى بالتالي الإدارة عندي هي عنصر حاسم ومهم جدا في النمو الاقتصادي لأي مجتمع أو لأي بلد احنا بنعيش فيها أو موجود فيها المشروع بتاعنا. يبقى في البداية خالص، إيه هي أهمية علم الإدارة؟ قلنا إن الإدارة ضرورية ومهمة في الجهود اللي بتبذلها المنظمة، هي الجهود في جميع المناطق أو جميع الجهود، جهود في التسويق، جهود في المبيعات، جهود في كل دي عناصر من عناصر الإدارة أو وظائف من وظائف الإدارة. والمانجمنت هي الحركة الديناميكية أو العنصر الديناميكي اللي بيدي الحياة في كل مؤسسة. والإدارة هي العنصر الحاسم في النمو الاقتصادي سواء للمجتمع أو للبلد اللي بنعيش فيها. طالما بتكلم عن إدارة فأنا لازم أعرف هو يعني إيه organization، يعني إيه منظمة أو يعني إيه مؤسسة، بتساوي كلمة company كمان اللي هي الشركة. قلنا هنا لما يكون عندي شخصين أو أكتر بيشتغلوا مع بعض بطريقة منظمة لتحقيق هدف معين أو مجموعة من الأهداف، يبقى المنظمة هنا أو كلمة منظمة أو شركة هي عبارة عن شخصين أو أكتر، 2 أو 3 أو 4 أو 5 قرروا إنهم يفتحوا شركة أو يعملوا organization منظمة بطريقة مهمة وبتهدف لتحقيق هدف معين. طب ايه هو الهدف؟ الهدف بتاعي ممكن يكون حاجة اجتماعية، ممكن يكون حاجة بيئية، ممكن يكون انا هدفي ان انا عايز اكون مليونير، فبالتالي انا عايز ارفع معدلات الاداء بتاعتي، عايز احقق اعلى نسبة من الارباح، عايز اكون منافس جيد للعملاء المنافسين ليا في السوق. يبقى ده هدف واضح. الهدف ده بيتحط فين؟ بيتحط في حتة مهمة جدا جدا أثناء إنشاء المشروع أو المؤسسة، اسمها الاستراتيجيك بلان أو الخطة الاستراتيجية. لما أجي أحط خطة استراتيجية، يمكن كلمة استراتيجي أنا مش هتعرض لها في المحاضرات بتاعتي دلوقتي، لكن كلمة استراتيجي معناها كان فن الحرب، معناها إن حضرتك كلمة استراتيجي موجودة أو ظهرت في العلوم العسكرية في البداية، كلمة استراتيجية، وكان هدفها في الأول خالص إن أنا بحط خطة لهزم العدو، أنا عايز أهزم العدو بتاعي. بدأت تنتقل للعلوم الاجتماعية وتخرج بره العلوم العسكرية عن طريق علم الإدارة، إن أنا أحط خطة استراتيجية للشركة أو المنظمة بتاعتي عشان أحقق هدف أو مجموعة من الأهداف. يبقى بالتالي المنظمة هي عبارة عن إيه؟ عبارة عن فردين أو أكتر زي ما أنتم شايفين كده. اللي قاعدين دول ممكن يكونوا مجلس إدارة منظمة أو أحد المؤسسات. فبالتالي أنا النهاردة المنظمة هي عبارة عن فردين أو أكتر بيشتغلوا تحت بيئة معينة أو تحت مظلة معينة اسمها شركة أو مؤسسة أو منظمة. يبقى عندما يعمل شخصان أو أكتر بطريقة منظمة عشان يحققوا هدف معين، أنا عايز أكون نمرة 1 في تصدير الموبايل، عايز أكون رقم 1 في تصدير الفاكهة، يبقى في الحالة دي أنا عندي هدف بسعى لتحقيقه، وبكده يبقى أنا كده حققت كلمة organization أو بقى عندي حاجة اسمها منظمة أو شركة أو مؤسسة. استكمالا لكلمة الأورجنايزيشن هندخل على حاجة اسمها عملية التنظيم، أو كلمة تنظيم معناها إن أنا بعمل عملية ترتيب، الأرينجمنت، الترتيب. ترتيب لإيه؟ ترتيب معتمد أو بيكون فيه الاعتماد الأكبر على الأشخاص عشان يقدروا ينجزوا هذه المهام. يعني أنا النهاردة لما ببقى عندي شركة أو مؤسسة بيكون دايما هدفي إيه؟ إني أحط لهم خطة أو خريطة يتحركوا على أساسها لإنجاز هدف معين. يبقى عملية التنظيم إن أنا بقوم بعملية ترتيب بيعتمد على الأشخاص لإنجاز بعض المهام أو مهام بالفعل محددة، some specific task، يعني بعض المهام المحددة فعلا زي زيادة المبيعات، زيادة معدلات التسويق، ارتفاع الإيرادات، كل دي مهام بالفعل محددة. وبالتالي أنا هنا بعتمد على 3 حاجات مهمة قوي: البنية المعتمدة، البنية التحتية بتاعتي أو البنية اللي أنا هعتمد عليها. الحاجة التانية هي الأشخاص. الحاجة التالتة إن يكون عندي غرض واضح أو يكون عندي مهمة واضحة، البيربس بتاعي أو الهدف أو الغرض من هذه المؤسسة يكون واضح، إحنا بنسعى لإيه أو بنحاول نحقق إيه. فلما أجي أتكلم برضو عن الأورجنايزيشن هلاقي إنها بتشتغل من خلال إطار مرتب منظم بالاعتماد على مجموعة من الأفراد لهدف إيه؟ إنجاز أو إنهاء بعض المهام أو بعض المهام المحددة.
طيب بعتمد على ايه؟ بعتمد على 3 حاجات، بعتمد على البنية اللي انا هعتمد عليها، بعتمد على الافراد، بعتمد على وضوح الهدف. ما ينفعش اكون بشتغل في شركة او في مؤسسة والهدف بالنسبة لي مبهم للجميع. لازم يكون الهدف احنا ليه بنشتغل واضح لجميع العاملين داخل هذه الاورجنايزيشن او المنظمة. انا قلت اورجنايزيشن او منظمة، معناها ان انا عندي مجموعة من الافراد بيشتغلوا لتحقيق هدف محدد. وبعد كده اذا وضحت اكتر وقلت ان انا عندي بنيه بعتمد عليها، عندي افراد، عندي هدف واضح. طب يعني ايه كلمه جولز او اوبجكتيفز اللي هو الهدف بتاعي؟ الهدف بتاعي هو الغرض اللي بتسعى المنظمه لتحقيقه. يعني احنا النهارده كشركه ايه الهدف؟ حضرتك بتدرس سايبر سيكيورتي، ليه بتدرس سايبر سيكيورتي؟ ما الهدف وراء دراسه هذا التخصص؟ الهدف وراء دراسه هذا التخصص هو ان انا عايز اتعلم امن وحمايه المعلومات، خاصه ان التقدم التكنولوجي العالي اللي بيحصل في العالم دلوقتي بدا يبقى مجالات التشغيل بتعتمد على هذه النوعيه من الموضوعات بشكل كبير، وبقت متوفره في سوق العمل. يبقى بالتالي كلمه هدف او غرض، انا بعمل ده ليه؟ انا ايه الهدف اللي بتسعى اليه المنظمه؟ زي ما قلت لحضرتك انا عايز اكون رقم واحد في تصدير الموبايل، عايز اكون رقم واحد في تصدير التفاح، رقم واحد في تصدير المانجا. في الحالة دي انا النهاردة بحط لنفسي هدف وببتدي اشتغل على تحقيقه. زي بالظبط كده حضرتك عايز تحصل على ماجستير، فبتعمل ايه؟ يبقى الهدف هو الحصول على الماجستير، ولكن علشان احققه لازم يكون عندي مواد علمية بدرسها، لازم يكون عندي برامج او دورات تدريبية بعتمد عليها. في النهاية كل مرحلة بتنتهي بتقربني من الهدف الكبير وهو الحصول على درجة الماجستير. يبقى في الحالة دي النهاردة أنا كصاحب شركة أو مؤسسة أو مشروع، أنا بحدد الغرض بتاعي وببتدي أحط الآليات أو الأدوات اللي هتساعدني لتحقيق هذا الهدف. يبقى the purpose that is an organization strives to achieve. الحاجة اللي أنا النهاردة المنظمة بعتمد وبسعى ليها، كلمة strive يعني بسعى جاهدة، ببذل مجهود كبير جدا لتحقيق هذا الهدف او الغرض. وده باختصار كلمه goals or objectives. ممكن اشوفها بكلمه goal يعني هدف، او objectives برضو بنفس الموضوع اللي هي الاهداف. زي ما بنتكلم على عرفنا يعني ايه منظمه ويعني ايه هدف وعمليه التنظيم، ودي احد وظائف الاداره. طب لما اجي اتكلم النهارده هو يعني ايه اداره؟ احنا عندنا تعريفات كتيرة جدا 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 لعلم الإدارة فوق ما حضراتكم تتخيلوا. علم الإدارة من العلوم الاجتماعية المهمة جدا، وبنقول عليه كده من أساس كل العلوم النهاردة هي الإدارة. الدكتور محتاج يتعلم إدارة، المهندس محتاج يتعلم إدارة، المدرس اللي مش هيقدر يدير وقته ويدير مجهوده ويدير كل الطاقات اللي بيبذلها عمره ما هيوصل للهدف. فبالتالي ده ببساطة جدا مفيش إنسان محدد. احنا بعلم الإدارة ده علم بيشمل جميع فئات البشر. فلما أجي أقول هو يعني إيه علم الإدارة، هلاقي ان انا عندي تعريف كتيره جدا. اولها ماري باركر قال لك ايه؟ باركر قال لنا حاجه مهمه قوي. باركر قال لنا ان تعريف الاداره هي فن انجاز الاشياء من خلال الاخرين. The art يعني هي عباره عن فن of getting things done through others. يعني انت بتخلي الناس تنجز اللي انت عايزه. طب ازاي؟ هو اي مدير مش بيوزع التاسكس على الافراد المحيطه بيه، يوزع عليهم المهام، فبالتالي كل واحد بينجز مهمته، اللي في إدارة الموارد البشرية، اللي في إدارة التسويق، اللي في إدارة المبيعات، اللي في الإدارة الإلكترونية، كل واحد أخد تاسك معين. التاسك ده في النهاية خالص بيبقى إيه؟ بيبقى عبارة عن مهام صغيرة لأساس مهمة كبيرة، وهي تحقيق أفضل إدارة ممكنة للمنظمة عشان نحقق أعلى أرباح ممكنة، أو تميز سوقي، أو أعلى إن إحنا يكون لنا دور في دعم اقتصاد الدولة، أيا كان الهدف اللي بنسعى لتحقيقه. يبقى لما اجي اتكلم عن علم الاداره هلاقي ان باركر قال لنا ان الاداره الجيده هي انجاز الاشياء من خلال الاخرين. عشان كده بقول ان المدير الجيد او المدير الشاطر، المدير الممتاز، هو اللي عنده مبدا تفويض السلطات، انه يبدا يفوض افراد في العمل انها تشتغل. مش شرط ان انا اكون مدير او اكون جود مانجر ان انا اعمل كل حاجه بايدي خالص، جاست ان انا اعمل دوري كاشراف او كمانجمنت بقى، ان انا ادير الموضوع، ان انا اوزع المهام او اقسمها على الافراد، لكن في النهايه بيتم ده لصالح العمل.
أو لصالح المؤسسة بتاعتي. يبقى الإدارة من وجهة نظر باركر هي عبارة عن عملية الفن، إزاي تقنع اللي قدامك إن هو يؤدي هذه المهام بشكل كويس قوي. مش لازم أنا كمدير أو أنا كمؤسس للمشروع أو صاحب الفكرة أو صاحب البروجكت إن أنا أؤدي كل المهام. يبقى باركر قال لنا إن هي فن إنجاز الأشياء من خلال أفراد آخرين. الحاجة التانية تعريف جواري. جواري قال لنا إيه؟ جواري قال لنا حاجة مهمة، قال لنا المانجمنت دي هي عبارة عن بروسيس، هي عبارة عن عملية بتقسم لإيه؟ لتخطيط، بعدين اورجنايزنج، وبعدين اكتنج، وبعدين كنترولنج. يعني إيه؟ البلاننج يعني التخطيط، إن أنت هتخطط للعمل. عمال أقول لحضرتك إحنا هنحط الإيه؟ الخطة الاستراتيجية بتاعتنا، أو هنوزع المهام ونحط خطط وآليات التنفيذ. الأورجنايزنج هي عملية التنظيم للعملية للعمل، إن أنت هتنظم، هترتب، تحط الترتيب بتاعك ومنظمه. وبعدين عملية التشغيل. التشغيل بتاعك، العملية التشغيلية، مين هيعمل إيه وهيشتغل إمتى وهينهي المهام إمتى. وبعدين التحكم، وده بيتم إجراءها لتحديد وإنجاز أهداف معينة، وتحديد كمان إن أنا بستغل ده من خلال الاستغلال الأمثل لجميع الموارد المتاحة للمنظمة. زي إيه؟ زي الأفراد. ما هو by use of people and resource، أنت بتستخدم الأفراد وبتستخدم الإيه؟ المصادر. يبقى في الحالة دي جيرو هنا قال لنا إيه؟ جيرو قال لنا حاجة لطيفة جدا، قال لك إن علم الإدارة هي عبارة عن عملية مقسمة إلى عملية التخطيط والتنظيم والتشغيل والتحكم اللي بيتم إجراءها عشان تقدر تحدد وتنجز الأهداف من خلال إنك بتستخدم أفراد وبتستخدم مصادر التوريد أو الموارد المتاحة عندك. الموارد زي إيه؟ زي المبنى اللي فيه المؤسسة، زي أجهزة الكمبيوتر المتاحة، زي الماكينات لو أنا عندي مصنع، الماشينز الموجودة عندي، زي كل دي اسمها ريسورسز. بالإضافة لو أنا بنتج منتج معين فبالتالي أنا بجيب مواد خام، فدي ريسورس آخر بتخزن بشكل معين وهكذا. يبقى عملية الإدارة مقسمة إلى مجموعة من العمليات بيتم عملها باستخدام الأفراد والمصادر الموجودة أو الموارد المتاحة عندنا لإنجاز هدف محدد أو مجموعة من الأهداف. وده كان تعريف. يمكن أنا اختصرت التعريفات بباركر وجيرو علشان ما ناخدش تعريفات كتير. يمكن في تاريخ علم الإدارة، ما احنا دلوقتي هنتكلم على الـ definition of management process، احنا هناخد كل process نتكلم عنها بالتفصيل. بس أنا في الأول كان عندنا حاجة اللي هو التوجه بالإنتاج أو بالكفاءة، إن أنا النهاردة بهتم بالـ production وبهتم بكفاءة هذا الإنتاج. وكان زمان ده معتمد بشكل كبير جدا، إن أنا بهتم بالمنتج اللي إن أنا بنتجه وبس. بعد كده بدأت أتجه اتجاه تاني، إن أنا أشوف القرارات الـ decision oriented. بعد كده بقى في اتجاه اخر وهو الافراد، التوجه او موجه نحو الناس. انا عايز اوجه ده للفرد، للافراد. عايز اوجه اهداف الاداره من ضمن اهدافها هي رضا العملاء. طب العملاء دول افراد، يبقى ازاي هتحقق رضا العميل؟ ده هدف من اهداف العمليه الاداريه. وبعدين الهدف الوظيفي بتاعنا او الموجه ناحيه الوظيفه، ان انا ببتدي اهتم بكل وظيفه على حده. هنبتدي نتناول دلوقتي كل واحد من دول بالتفصيل عشان نكون عارفين الـ definitions of management process، ازاي العملية الإدارية بتتم، سواء كانت موجهة بالإنتاج أو بالقرارات أو بالأفراد أو التوجه الوظيفي. الـ production oriented أو التعامل من خلال التوجه بالإنتاج، وده كان عندنا عالم لطيف قوي اسمه تايلور. تايلور قال لنا أنا يعني وفقا لإدارة تايلور كان بيعرف الإدارة على إنها فن معرفة ما نريد القيام به، ثم رؤية أنه يتم بأفضل وأرخص طريقة. أنا عايز النهاردة أنشئ المنتج بتاعي، ولكن زي ما أنا هنشئه بشكل كويس أهتم بالجودة، وأهتم كمان بأنه هو يكون باللوست كوست، بأقل تكلفة ممكنة. يبقى هنا تايلور مانجمنت قال لك إيه؟ قال لنا إن المانجمنت دي هي عبارة عن آرت، قلنا هي فن. Knowing that you want to do، لازم تكون عارف انت عايز تعمل ايه. And then saying that it's done، ازاي تقدر بقى، ايه رؤيتك، ايه الطريقة او ايه الهدف او ايه الآلية اللي هتستخدمها لإنتاج او لتنفيذ الهدف ده. بتشوف الرؤية، بشوف عندي هنا يا جماعة، ببتدي احدد انا هتنفذ ده ازاي،
بالطريقة the best and cheapest way، بأفضل طريقة ممكنة وكمان أقل تكلفة، اللي هي cheapest way هنا اللي هي أرخص حاجة ممكن أعملها. يبقى أنا بدور على التنفيذ للإنتاج، أنا بدور على الإنتاج بكفاءة عالية كويس جدا، ولكن من وجهة نظر إن أنا هدور على طريقة إزاي أنتج بيها المنتج ده بأقل تكلفة وأوصله كمان للمستهلك بأقل تكلفة. يبقى أنا هنا وجهة نظر الإدارة في هذه الإدارة اللي هتتعامل مع المشروع بتاعها عن طريق البرودكشن أورينتد أو عن طريق التوجه بالإنتاج، هيكون اهتمامها كله إزاي تقدر توفر المنتج ده بالشكل المناسب بما يتناسب مع أهدافها التنظيمية ومع أهداف المؤسسة، وكمان بأقل سعر ممكن وبأعلى جودة بنقول عليها، أو اللي هي يعني إيه أفضل طريقة ممكنة. ده بالنسبة لو أنا هتبع طريقة البرودكشن. النوع الثاني كان decision oriented، قال لك إن المانجمنت أصلا هي عبارة عن، هي ببساطة جدا لو إحنا قلناها بشكل بسيط جدا، هي إنك تتحكم في تصرفات البشر لغرض صريح وهو تحقيق أهداف محددة سابقا. إحنا حطينا هدف وإحنا بنحط الخطة أو الخريطة الاستراتيجية بتاعتنا أو الاستراتيجيك بلان للشركة، حطينا هدف إن إحنا نكون رقم واحد المرة دي في تصدير المنتج بتاعنا، وليكن اللي هو الموبايل. لو أنا رقم واحد في تصدير الموبايل ده هدفي، يبقى أنا محتاج أستغل طاقات العاملين وأبتدي أتحكم في جميع الطاقات وجميع الأفراد الموجودين عندي إن هم ينجزوا المهام بما يحقق هذا الهدف. إني عايز أقلل عدد الوحدات المعيبة، عايز أقلل الأخطاء اللي بتحصل في الإنتاجية، عايز الناس بتوع الصيانة يشوفوا مهامهم بشكل مناسب بحيث إن أنا ما أقدرش إن أنا ما يحصلش عندي أعطال بشكل مستمر فتؤثر على العملية الإنتاجية أو توقف المشروع. فبالتالي لو أنا هتعامل مع الإدارة من وجهة نظر decision oriented، يبقى بمنتهى البساطة إن أنا هتحكم في تصرفات البشر اللي هم الأفراد أو الهيومن، الناس اللي موجودة عندي، العاملين اللي بيشتغلوا معايا، هتحكم في تصرفاتهم ليه؟ لأن عندي غرض واضح وصريح أنا بسعى لتحقيقه. زي بالظبط كده إحنا بنحط امتحان عشان حضرتك تنجح، لما هتنجح إيه اللي هيحصل؟ هتحصل على ماجستير. يبقى في الحالة دي إحنا بندير العملية التعليمية بطريقة بما يفيد التحكم في كيفية نجاح هذه المنظومة بما يفيد الطلبة للحصول على درجة إيه؟ الماجستير. يبقى في الحالة دي أنا عندي هدف معلن، الهدف ده معلن لجميع العاملين، وده بيسهل عليا التعامل. يعني أنا النهاردة لو أنا بشتغل مع الموظفين بتوعي وهم عارفين الهدف اللي أنا بسعى إليه، طبيعي جدا إنهم بيشتغلوا بمنتهى الكفاءة وبمنتهى الفعالية، بيحققوا اللي انا عايزه، لان هو عارف في النهايه ان في هدف كبير بنسعى اليه وهو ارتفاع او قيمه المنظمه بتاعتنا. وده لو انا هشتغل بطريقه الـ decision oriented. النوع الثالث هو الـ people oriented او الموجه نحو الافراد. ازاي؟ ان انا عندي لورنس هنا قال لنا حاجه، عالم من علوم الاداره لورنس ايلي، قال لنا ايه؟ قال لنا الاداره هي تحقيق النتيجه من خلال وجود الأشخاص آخرين. يعني أنا بوصل لهدفي أو للنتيجة اللي أنا عايز أوصل لها بس من خلال مجهود ناس تانية. إحنا دايماً في الشركات أو في المؤسسات هتلاقي حضرتك في مجال عملك لك دور أو وظيفة. الدور أو الوظيفة ده بيتجمع مع دور زميل آخر، مع دور زميلة أخرى، مجموعة أدوار مقسمة من خلال الأدوار اللي بنقوم فيها كلنا في مجالات العمل، كلنا بتقدر نرتقي بإيه؟ بالمنظمة كاملة اللي هي لها أونر أو ليها مالك. يعني إحنا مثلاً لو بصينا للجامعة هنلاقي جامعة الجامعة الذكية مبنية على التواصل بيننا من خلال الانترنت كونكشن. في حالة لو أنا عندي مشكلة والانترنت بتاعي مش موجود، هقدر أتواصل معاك؟ أكيد لا. طيب هل مدير الجامعة أو صاحب الجامعة يقدر يدرس كل البرامج التعليمية أو البرامج العلمية والمواد الدراسية للطلبة كلها؟ مستحيل. كل واحد بيبقى متخصص في حاجة معينة، فبالتالي الهدف إيه؟ الهدف هنا إن هو أنا أدير الجامعة بما يحقق الهدف العام، وهو ان انا يكون عندي جامعه متكامله محققه تطور عالمي على مستوى الدوله الاول وبعدين على مستوى العالم، اتواجد في جميع البيوت في الدول الاخرى من خلال تيسير عمليه التعليم. من خلال مين بقى؟ من خلال الافراد اللي بتشتغل. هتلاقي عندك ناس متخصصه في انها تتعامل معاك في الجزء التقني او الجزء الفني الخاص بالتكنولوجيا، هتلاقي في ناس
محاضرين زي كده، بنقعد معاكم ونبتدي نشرح ونتعلم مع بعض مادة دراسية معينة. يبقى هنا الجامعة بتحقق أهدافها، الهدف الكبير بتاعها من خلال جهود الأفراد اللي بتشتغل داخل نفس إيه الجامعة. وده كان رأي لورنس، وده رأي جميل جدا ونشتغل بيه بالفعل، موجود في الحياة العامة زي ما احنا شايفين. جا كونتز قال لنا إيه؟ كونتز برضو أحد علماء الإدارة، قال لك الإدارة هي فن إنجاز الأشياء من خلال مجموعة منظمة رسمية. يعني إيه؟ يعني أنت بالفعل هتنجز عملك ولكن من خلال مجموعة من الأفراد منظمة رسميا، يعني في كونتراكت، في عقد بيربطهم. مين اللي بيربطهم بالمكان؟ التنظيم الرسمي هنا دي حاجة مهمة جدا، لأن أنا النهاردة لما بعتمد على أفراد مرتبطين معايا بصورة رسمية لإنجاز مهمة محددة، إذا المهمة هتكتمل. لكن في حالة عدم وجود تعاقد أو عدم وجود ارتباط رسمي أو معين داخل المكان بشكل دوام، عنده عمل دائم في المكان، في الحالة دي هو مش مجبر على إنجاز العمل. لكن أنا النهاردة كمالك للمنظمة أو للشركة، أنا محتاج إن أنا أتبع نظرية كونز عشان إيه؟ علشان أبتدي أعمل الصيغة الرسمية لتحقيق أهدافي من خلال العاملين الموجودين داخل إيه؟ المنظمة. وده كان البيبل اورينتد، نحن بنعتمد على افراد في تحقيق او انجاز اهدافنا. واعتراف الاداره بده بيخلي دايما التعاملات بين الاداره والافراد لما بيكون معلن ان دي السياسه بتاعتنا بشكل واضح، فيها شيء جميل من الجديه والادميه والحب والاحترام، بيعلي من قيمه المنظمه اجتماعيا واقتصاديا. الفانكشن اورينتد او التوجه الوظيفي، هنري بقى قال لنا حاجة لطيفة جدا، قال لنا إن الإدارة هي عملية التنبؤ والتخطيط والتنظيم والتنسيق والتحكم. قال لك تو مانج، يعني عشان تعمل إدارة جيدة لازم يكون عندك فوركاست. فوركاست يعني تنبؤ، وده هنتعامل معاه بقى في الريسك أو في المخاطر بشكل كبير. إن أنا عايز أتنبأ دايما المخاطر اللي ممكن يتعرض لها المشروع بتاعي أو الشركة بتاعتي. يبقى في فوركاست، تنبؤ، بناء على التنبؤ بدأت أحط بلان، خطة، وبناء على الخطة بدأت أحط آلية التنفيذ من خلال عملية التنظيم، وبعدين التنسيق للعمل، ثم الكنترولينج أو التحكم في العمل. يبقى فوركاست أند بلان تو أورجنايز عشان نحقق عملية التنظيم، ثم التنسيق الكورنيتس أند تو كنترول. يبقى هنا هنري قال لنا عشان يكون عندنا إدارة جيدة لازم يكون عندنا تنبؤ، وبعدين خطة، وضع الخطة، ثم تنظيم، ثم التنسيق، ثم عملية التحكم. وبعد ما تعرفنا على علم الإدارة وعلى أهم الوظائف، وتعرفنا على الآراء الخاصة بالعديد من العلماء، دلوقتي هنبتدي ناخد بعض الكومنت كده على طبيعة علم الإدارة. أول حاجة، الإدارة مش مجرد فن، هي بس هي كمان علم. احنا عمالين نقول ان الاداره هي فن اداره الافراد، الاداره هي فن، لا هي كمان علم. يبقى الاداره هي علم وفن، art and science. الحاجه التانيه كمان، ان المدير يتعين، يعني المدير الناجح لازم يؤدي وظائف كتير، اكتر من وظيفه. يبقى انا عندي يتعين على المديرين القيام باكتر من وظيفه واحده. يبقى المانجرز are required to do more than one function. انا مش هادي وظيفه واحده على فكره، احنا بنعمل اكتر من وظيفه في نفس الوقت عشان اكون ايه، بيست مانجر او الجود مانجر. الحاجه الثانيه، ان المانجر هنا بيقوم بادوار احيانا غير اداريه، يعني مش شرط ان انا اكون قاعد بشتغل طول الوقت على المكتب كمدير وببتدي ادي الرول بتاعتي واوزع الافراد، لا لا خالص. انا ممكن انزل ابص على المعامل، انزل اتابع عمليات الصيانة، أنزل أشوف العملية الإنتاجية، بياخد مني وقت كبير. الحاجة التانية، إن الوظائف الإدارية موجودة في كل المنظمات، يعني المانجيريال فانكشنز دي كل الوظائف الإدارية اللي احنا قلناها، التنبؤ، التخطيط، التنظيم، التوجيه، الرقابة، التحكم، الكورنيتس، التنسيق، كل ده موجود في جميع المنظمات والمؤسسات. الحاجة الأخيرة، إن المانجيريال فانكشنز متاحة أو موجودة وبيتم تطبيقها على جميع المستويات الإدارية. يعني هنلاقي من أول الإدارة التوب مانجمنت أو التوب مانجرز، المديرين الإدارة العليا، ثم الإدارة الوسطى، ثم الإدارة الدنيا أو الإدارة التشغيلية،
كلهم بيتبعوا الوظائف الإدارية. يبقى بالتالي أنا الإدارة بعض يعني نشوف كده التعليقات بتاعتنا بتقول إيه، أو هنقول أو طبيعة علم الإدارة هي الإدارة مش مجرد فن، هي علم وفن. الحاجة التانية إن المدير لازم يعمل أكتر من مهمة، مش مهمة واحدة. الحاجة التالتة هي إن المدير عندنا أو المانجر لازم يكون بيقوم بأدوار مختلفة. طبعا احنا بنقول ايه نان مانجيريال رول، يعني نان يعني مش شرط انها تكون كلها ادارية. الوظائف الادارية موجودة في كل المؤسسات والمنظمات، جميع الوظائف الادارية موجودة معايا في كافة المستويات الادارية داخل المنظمة او المؤسسة. استكمالا لطبيعة علم الادارة هنلاقي ان المانجمنت فانكشنز او الوظائف الادارية بتحدد باستخدام انواع مختلفة وعدد من الكلمات، زي مين؟ زي كلمة الأورجنايز، البلان، الفوركاست، الكوردينيتس. يبقى المانجمنت فانكشنز هاف بين ديفايند يوزنج ديفرنت تايبس اوف اند ديفرنت نمبر اوف ووردز. بنقدر نعبر عن الوظائف دي بعدد كبير من الكلمات او مختلف، زي مين؟ زي البلان التخطيط، زي الكوردينيتس التنسيق، زي الاورجنايز التنظيم، زي الكنترول التحكم. دي مجموعه من الكلمات اللي بنستخدمها للتعبير عن الوظائف الاداريه. الهدف او الايم، عندنا هدف ان جميع المديرين دايما بيبقى عندهم هدف ان هم يخلقوا فائض او زياده في الارباح، او انا دايما عايز يكون عندي قيمه مضافه، دايما عايز يكون عندي حاجه اضافيه. المانجينج طبعا هنبتدي نتكلم هنا، هنقول ان تهتم الاداره بالكفاءه والفاعليه والانتاجيه. هنلاقيها ان هي بتهتم بالكفاءه، بالفاعليه، بالبرودكتيفيتي بقى الانتاجيه، ان انا دايما عايز اعلي من الانتاجيه ومن كفاءتها. وده شفناه في حتة البرودكت اورينتد، ان انا عايز احقق اعلى جودة للمنتج، ولكن ان شيبست واي يعني باقل تكلفة او بارخص طريقة ممكنة ممكن نحققها. دلوقتي هنتكلم على طبيعة علم الادارة. علم الادارة من العلوم اول حاجة المتعددة التخصصات. هنلاقي عندنا زي ما قلنا في تسويق، في تخطيط، في تنفيذ، في توجيه، في رقابة، في مبيعات، في إدارة استراتيجية، في إدارة أعمال، في إدارة مخاطر، في كل ده موجود في علم الإدارة. الحاجة التانية إن هو قلنا إيه؟ قلنا إن هو الطبيعة الديناميكية، إحنا عندنا المبادئ بتاعت علم الإدارة كده هي اللي بتدينا الحياة لأي مشروع. الإدارة هي الدايناميك، هي الروح بتاعت أي مشروع. الإدارة ممكن تكون علم الإدارة نسبي، يعني relative or not. يعني إيه؟ يعني المبادئ بتاعت علم الإدارة ممكن ترتبط بالمشروع بتاعك كلها أو جزء منها أو لا ترتبط. المانجمنت ساينس أور آرت، يبقى النهاردة الإدارة هي علم أو فن؟ لا، أنا النهاردة بقول إن هي النهاردة الاتنين، هي علم وإيه؟ وفن، ولكن أحيانا بيعتمدوا على الآرت بشكل كبير في بعض المؤسسات اللي بيكون العاملين فيها مش دارسين لعلم الإدارة أو مش على علم بعلم الإدارة. المانجمنت بروفيشنال طبعا، المانجمنت بروفيشن هنا يعني هي إدارة مهنة الإدارة نفسها. الحاجة التانية إن أنا عندي فيه عالمية في الإدارة، الإدارة النهاردة أو المانجمنت أصبحت حاجة عالمية لأن اقتصاد دولة بيؤثر على دول أخرى، فبالتالي أنا النهاردة لما بهتم بإدارة الدولة ده بيزود من الوجود الخاص للدولة على المستوى العالمي. الحاجة التانية إن الإدارة هي عملية integrative process، عملية تكاملية. الإدارة هي بالضرورة قائمة على النشاط أو مجموعة الأنشطة اللي بتتم داخل المؤسسة. عملية تكاملية بقصد بيها التكامل بين الوظائف الإدارية كلها عشان أوصل للجود مانجمنت أو الإدارة الجيدة. feature of management أو ما هي مزايا علم الإدارة؟ هبتدي أقول إن أول حاجة خالص it's a process، هي عملية، إذا بتتكون من مجموعة من الإجراءات زي ما اتكلمنا من شوية وقلنا إن في عندي forecast، في تنبؤ، في plan تخطيط، في organize تنظيم، في control، في coordinate. كل دي حاجات مكونة للعملية الإدارية أو مكونات العملية أو علم الإدارة أو عملية الإدارة. It's a social process، يعني هي عملية اجتماعية. احنا اتفقنا ان الإدارة النهاردة بدأت تكون أحد العلوم الاجتماعية الهامة. دايما في الإدارة بنلاقي ان هي عبارة عن جهود لمجموعة من الأفراد، هنلاقي ان احنا كلنا بنشتغل في شركة أو في مؤسسة أو في منظومة، الجهود بتاعتنا هي بتمثل العملية الإدارية.
الحاجة الرابعة هي كيان متميز، يعني هنبتدي نشوف كده إن الإدارة فيها شيء من التميز، والتميز ده مهم جدا، هي عبارة عن حاجة متميزة. والحاجة الأخيرة إنها بتحقق لي هدف. النهاردة عايز أعمل ده علشان يكون عندي تحقيق هدف محدد مسبقا. محدد مسبقا ازاي؟ اثناء وجود علم الاداره في البدايه خالص، لما تيجي تحط استراتيجي او تحط خطه بتحدد اهدافك. من خلال تحديد الاهداف مسبقا ببتدي احط ايه هي العمليه الاداريه هتتم ازاي، مين هم الافراد اللي هيحققوا لي المجهود او الجهد اللي هقدر استفاد منه في تحقيق هذا الهدف. فبالتالي انا النهارده الإدارة عندي مهمة جدا في إن هي بتحقق لي هدف، ولكن محدد مسبقا قبل ما أحط العملية الإدارية أو قبل ما أحط خطوات علم الإدارة اللي هتتبع، ببتدي أحدد إيه الأهداف. وبالتالي ده واضح معانا لما جينا نعرف يعني إيه أوبجكتيف أو يعني إيه هدف، هو ما نسعى للوصول إليه. فبالتالي أنا النهاردة بحدد الهدف الأول، وبعدين بحدد إيه البروسيس أو الآليات اللي هتستخدم لتحقيق هذا الهدف. من الحاجات اللي اتكلمنا عنها يمكن من شوية برضو ان النهاردة الادارة اصبحت سيستم. السيستم ده له مسؤولين اللي هم المانجرز او المديرين الموجودين بيحققوا، عبارة عن سيستم يعني منظومة متكاملة او نظام متكامل بيتحقق فيه تكاملية الاجزاء او تكاملية علم الادارة. هو علم تكاملي، يعني التخطيط بيؤثر على التوجيه، بيؤثر على التنفيذ، بيؤثر على كافة وبيتبع في كافة المستويات الإدارية، زي ما قلنا من أول الإدارة العليا للإدارة الوسطى للإدارة التنفيذية. الحاجة الثانية إن الإدارة هي حاجة مطلوبة على كافة المستويات، بالإضافة لإنها عالمية، يبقى أنا عندي هنا needed to all levels، إحنا على كل المستويات بنحتاجها، ودي حاجة من الحاجات اللي بتميز علم الإدارة. الراجل اللي هيشتغل في عملية تشغيلية داخل المصنع، المسؤول عن الإنتاج والتعامل مع المعدات، بيحدد له هدف وهو إنتاج 100 عبوة يوميا أو 1000 عبوة يوميا. إذا في هدف، بيبدأ يحط الأدوات ويوزع المصادر والموارد بتاعته اللي هي الريسورس الموجودة عنده، ويبتدي يقسم مجموعات العمل لإنجاز هذا الهدف. فبالتالي هي متاحة على كافة المستويات، زي ما المدير والإدارة العليا محتاجين يكون عندهم علم الإدارة ومفاهيمه، برضو الإدارات الوسطى والدنيا والتشغيلية محتاجة. عالمية علم الإدارة، اتفقنا إن علم الإدارة النهاردة بقى حاجة عالمية، ما عادتش حاجة على قد جهة أو دولة محددة. الحاجة التانية إنه فن وكذلك علم، اتفقنا إن هو علم وفن وليس فن فقط أو علم فقط. الحاجة رقم خمسة معايا إن هي قلنا integrate process، يعني النهاردة أو integrated process هي عملية تكاملية، إن كل عنصر فيها بيؤثر على الآخر وبيتكامل معاه لإنجاز مهمة محددة. أنا حددت الهدف اللي هو المهمة، بدأت أحط الخطة للتنفيذ، بدأت أشوف طرق التنفيذ وأدواتها وآلياتها، بدأت أتابعها من خلال المراقبة والتحكم فيها. يبقى في الحالة دي إحنا كلنا بنتكامل مع بعض، يبقى المنظومة الإدارية كلها متكاملة. الحاجة الأخيرة إن هو نظام، عبارة عن نظام بيتعامل معاه كل الإدارات على كافة مستوياتها. ده هيخلينا نتنقل لحاجة مهمة قوي بعد المزايا، أو ما تعرفنا على أهمية علم الإدارة وإيه اللي بيحققه لنا وبيتكون من إيه ويعني إيه إدارة. تعرفنا تايلور قال إيه وجورج إيه قال إيه، وكل واحد فيهم كان له وجهة نظر. إيه هي أهميته بقى؟ ما أجي أقول النهاردة هو إيه هي أهمية علم الإدارة؟ قسمتها لحضراتكم لجانبين. الجانب الأول، أول حاجة عندي خالص، إن أنا بحقق أهداف المجموعة، achievement of group goals. احنا عندنا هدف عام للجميع العاملين محتاجين نحققه، عايزين نحقق اعلى ارباح عشان نحصل على اعلى نسبة في الارباح في نهاية السنة. لو انا محددة من بداية خالص ان العاملين هيحصلوا على 20% من الارباح، فبالتالي العاملين النهاردة بيشتغلوا بجهد كبير جدا عشان يقدروا يحققوا ايه اعلى نسبة من هذه الارباح. انا عايز احقق الربح ده، كل ما الربح زاد كل ما النسبة بتاعتي زادت في هذه الأرباح. الحاجة التانية إن أنا minimization الكوست بقى، إن أنا أقلل التكلفة بقدر الإمكان. تقليل التكلفة يمكن من الحاجات اللي هنتكلم عنها في المخاطر بشكل كبير، لأن من أهم أنواع الريسك هو الكوست. من أهم أنواع المخاطر هي التكلفة. في حالة مثلا هديكم مثال سريع كده وهنتناقش فيه بالتفصيل بعد كده.
في حالة الحرب الروسية الأوكرانية اللي حاصلة دلوقتي، احنا عندنا مثلا بيحصل توقف للسلع في المواني الروسية أو المواني الأوكرانية. لو السلعة دي متجهة لمصنع في السودان أو في السعودية أو في الإمارات للإنتاج، تأخرت السلعة فتوقف العملية الإنتاجية. يبقى إذا النهاردة في حاجة اسمها ارتفاع في تكاليف التشغيل. طب يعني إيه تكلفة التشغيل؟ يعني حضرتك هيرتفع معاك التكاليف لسبب، لأنك هتدي الموظفين الأجور بتاعتهم، هتبتدي تشتغل المعدات بتاعتك متوقفة ولكن مستهلكة. طب في الحالة دي هي متوقفة عندك ولكن هي على الميزانية، بيتم طبعا حساب التكلفة بتاعتها بشكل كبير. فأنا النهاردة المينيمايزيشن اوف كوست ده، ان انا اقلل التكلفه، ده احد الاهداف الاساسيه لعلم الاداره. الاداره الجيده هي اللي بتعلي الجوده وتقلل التكلفه. انا بشتغل دايما على الهاي كواليتي واللوست كوست، اعلى جوده ممكنه مع تقليل التكلفه. الحاجه الثالثه ان انا يكون عندي نمو وتغيير مستمر. اما هنشتغل كمان شويه وناخد البرودكت لايف سايكل والبروجكت لايف سايكل، هنعرف ان في دوره حياه لكل منتج او مشروع. كل ما حضرتك كانت دوره الحياه دي كبيره وبيحصل فيها نمو، كل ما كان ده افضل بالنسبه لك. الحاجه الرابعه هي ان اداره الاعمال بشكل ان انا ادير العمل بتاعي بمنتهى السلاسه. يعني ابتدي ادير عملي وادير المؤسسه او المصنع بتاعي بمنتهى السلاسة والفعالية. يبقى أنا هنا هحقق إيه؟ طالما حققت أولاً أنجزت الهدف، قللت التكلفة، حققت النمو، عملت مرونة في التعامل، smooth running of business، العملية ماشية بمنتهى السهولة والسلاسة واليسر، حققت حاجة اسمها الـ higher profit، وده الهدف الأساسي أو المهم جداً من أهمية علم الإدارة. والحاجة الأساسية فيها إن هي تحقق الـ higher profit أو تعلي الإنتاجية. الجزء الثاني بتاعنا، أول حاجة عندي خالص النهاردة بقى في عندنا الإدارة بقت فيها حاجة اسمها الإنوفيشن. الإنوفيشن هنا اللي هو علم الابتكار والتطوير، لازم أنا أدعم ابتكار والتطوير داخل المؤسسة. يمكن في بعض الجهات النهاردة أصبحت بتحط عندنا بعض الإدارات اسمها الإنوفيشن مانجمنت، اللي هي إدارة الابتكار والإبداع. الحاجة التانية إن طبعاً الإدارة الجيدة أو من أهمها إنها بتقدم لي السوشيال بينفيتس أو المنافع الاجتماعية للعاملين. أنا ببتدي أسهل عليهم العمل، ببتدي أديهم منافع أو إفادات اجتماعية. طبعاً نقطة مهمة جداً 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 الـ effective utilization of resource، اللي هو الاستخدام الأمثل والفعال للموارد والمصادر المتاحة عندي. الموارد دي بقى سواء كانت منتجات، سواء كانت خدمات، سواء كانت رو ماتيريال مواد خام، سواء كانت آلات ومعدات موجودة داخل المكان. بعد كده تنمية الموارد، طبعا انا عايز طول الوقت اعلي في الريسورس بتاعتي. يعني لو انا بستخدم مثلا عندي 2 سيارة بيخدموا المصنع بتاعي، انا عايز اخليهم 4، عايز اخليهم 6، عايز اخليهم 8. يبقى في الحاجة انا بزود المصادر، فبيساعد عندي حتة عملية السموز راننج، ان يخلي فيه سلاسة وسهوله في العمل في جزء من العمليه الاداريه، وهي اداره النقل، انك تنقل المنتج بتاعك من مكان لمكان بمنتهى السهوله. ده طبعا كان مثال. الحاجه الثانيه ان لازم، او اخر نقطه عندي، ان يكون عندي حاجه اسمها organization structure، او الهيكل التنظيمي والاداري يكون سليم ومناسب. يعني ايه هيكل تنظيمي مناسب؟ يعني الهيكل واضح فيه الوظيفه، المهام الإدارية، يعني في المانجر اللي هو في التوب مانجمنت وغيره وغيره. ده بالتالي بيوصلنا لشكل كامل ومتكامل عن مهام المنظمة. بقدر أبص في الهيكل أعرف محمد بيشتغل التوب مانجمنت في التسويق، علا بتشتغل التوب مانجمنت في الإدارة العليا في مكتب المدير، فلان بيشتغل في المبيعات، غيره بيشتغل في الأمن. أنا بقدر أجيب ده كله من خلال الإيه؟ الاورجنايزيشن ستراكشر، او الهيكل التنظيمي للمكان. وبكده نبقى وضحنا الامبورتنت اوف مانجمنت، او ايه هي اهميه علم الاداره والمنظومه بتاعتنا. العمليه الاداريه بقى زي ما قلنا كده ذا مانجمنت بروسيس، هنبتدي نتعرف عليها كده في الواقع بتتم ازاي او شكلها بيكون ايه. اول حاجه عندي خالص احنا اتكلمنا على 4 مهام اساسيه، اللي هما البلاننج، الاورجنايزنج، وبعدين
الليدنج ثم الكنترولنج. طيب البلاننج هنا، البلاننج هنا ان انا بخطط. طب عشان اخطط يبقى انا لازم احدد هدف، يبقى انا بحدد الهدف وبحط طريقه تنفيذ هذا الهدف او اليه تنفيذه، يبقى setting performance objective ان احقق الهدف and how to achieve them، ازاي هتحقق الانجاز ده او ازاي هتحقق هذا الهدف. الحاجه الثانيه هي عمليه الاورجنايزنج او عمليه التنظيم، ان انا ببتدي arranging التاسك والبيبل and other resource to accomplish the work. يعني ايه؟ يعني حضرتك بتبتدي ترتب المهام والاشخاص وكل الموارد المتاحه عندك، بتبتدي تحط عمليه الترتيب والتنظيم الخاص بيها حتى تساعد في انجاز هذا العمل عشان اقدر اعمل انجاز للعمل. الليدنج بقى عمليه القياده، عمليه القياده او القياده هنا ان انا ببتدي ادي امنح الناس دايما كل شيء افضل، giving their best to achieve high performance level، عشان يدوني اعلى مستوى من الاداء. لما باجي اتعامل مع الناس وابتدي اعمل لهم الافراد بتوعي او العاملين داخل المؤسسه، ابتدي اعمل لهم بعض المعايير للمتابعه والرقابه والاشراف عليهم. الليدنج هنا بعد ما وزعت التاسكس بيكون مسؤول عمليه القياده هنا يا جماعه، او هي عمليه الاشراف على العاملين، بس من خلال ان اديهم افضل وسيله ممكنه للعمل بمستويات انتاجيه عاليه. يعني انا بسهل لهم طبيعه العمل مش بصعبها عليهم. عمليه الكنترولينج هي عمليه التحكم او المتابعه، هي قياس الاداء واتخاذ الاجراءات اللازمه لضمان تحقيق النتائج المرجوه. بقيس الاداء عشان احقق النتيجه اللي انا عايزاها وهي الهدف العام اللي بنسعى اليه. بعد ما تعرفنا على علم الإدارة وأهميته ويعني إيه كلمة organization أو منظمة، وتعرفنا على الهدف أو الأهداف اللي بتسعى إلى تحقيقها الإدارة وإن لازم يكون عندي هدف بسعى لتحقيقه، وعرفنا إن الإدارة هي العنصر الديناميك أو الديناميكي اللي بيديني الحياة داخل المؤسسات، وعرفنا إن هي أساس من أسس النمو الاقتصادي للمجتمعات، وعرفنا إن دايما الإدارة الجيدة هي من تسعى لتحقيق الأهداف بشكل جيد، يبقى علم الإدارة ما نقول عليه هو علم تحقيق الأهداف، يبقى احنا بنتكلم صح. إن علم الإدارة هنا هو علم لو أنا عندي هدف أنا لازم أسعى لإدارته جيدا حتى أحققه بالشكل الممتاز. يبقى في الحالة دي يبقى الغرض دايما اللي بتسعى إليه المنظمة ده أو الشركة هو عبارة عن الهدف بتاعي اللي أنا عايز أحققه. بعد ما وصلنا لكل ده محتاجين ناخد بقى المرحلة الثانية بتاعتنا وهي مرحلة الريسك. What is the risk؟ يعني ايه كلمة ريسك او يعني ايه كلمة مخاطرة؟ الريسك هو unplanned or uncertain event that can be impact a project. يعني ايه؟ يعني الخطر او المخاطرة هو حدث او احداث غير مخطط لها، طارئة ما كانتش في البلان بتاعتي وانا بشتغل، ولكن ممكن انها تؤثر على البروجكت بتاعي او الاورجنايزيشن بتاعتي او الكمباني. يبقى انا النهارده هو حاجه حصلت وانا كبروجكت او كمشروع موجود قابل للتاثير بالشيء ده، ان انا اتاثر بهذا الشيء او يكون له تاثير عليا. كان امباكت بروجكت، ممكن يؤثر عليا، يؤثر باي شكل بقى سواء كان ايجابي او سلبي. يبقى انا ما اقدرش اقول النهارده ان الريسك هو بلاند. يعني ايه مش بلاند واحنا بنقول من الاول ان انا علم الاداره ان انا اخطط لاداره المخاطر؟ جميل، احنا هنخطط ولكن هنقول في حاله حدوث حريقه يحصل كذا. لكن هل الكوفيد 19 كان في حد فينا عنده اي علم بحدوثه؟ هل اعصار سونامي لما حصل كان في حد عنده علم بحدوثه؟ حادث ارهابي مفاجئ حصل على اي دوله من الدول، طب انا البروجكت بتاعي اتاثر ازاي بهذا الحدث؟ زي النهارده مثلا تغيرات اسعار العملات نتيجه للحروب بين روسيا واوكرانيا، ونتيجه للاوبئه اللي كانت منتشره، ونتيجه لنقص في بعض السلع الغذائيه او غيره عند بعض الدول. ده ادى لان انا عندي بقى في شيء مختلف، بقى في ارتفاع في اسعار بعض السلع، بقى في قبول زياده. او ليه؟ لان النهارده السلع أصبحت قليلة، فبالتالي ارتفع الديماند، زاد الطلب مع قلة المعروض من السلع، فأدى لارتفاع هذه السلع. طبعا مع تغير أسعار العملات زي ما احنا شايفين، الدولار عمال طالع نازل زي ما احنا شايفين، ده كله بيؤثر على العمليات الإنتاجية خصيصا.
لو انا بشتغل في رو ماتيريال او في ماده خام، هل انا النهارده لما بيحصل توقف للماده الخام بتاعتي في ميناء من المواني او في مطار من المطارات، هل ده بيمباكت عليا ولا لا؟ هل لما بيحصل فرض ضريبه زياده داخل الدوله اللي انا مؤسس فيها المشروع، هل ده بيؤثر عليا سلبي ولا ايجابي؟ كل ده حاجات ان بلاند، ولكن دور اداره المخاطر انها تتعامل مع كل ما هو غير مخطط له باقصى سرعه ممكنه، اعلى معدل استجابه يكون عندي حاجه اسمها الكويك ريسبونس عشان اقلل من الامباكت بتاعه او اخفف من حده الاثر اللي بيقع عليا. يبقى تعريف الريسك هنا ان هو حدث غير مؤكد او غير، يعني انا مش شرط ان يحصل عندي وغير مخطط له، ولكن كان امباكت بروجكت، يعني ممكن يؤثر على المشروع بتاعي. هنا هنفرق بين نوعين من المخاطر او نوعين من الريسك، وهو النيجاتيف ريسك والاوبورتيونيتي ريسك اللي هو البوزيتيف بتاعي. الريسك هنا قلنا ان هو اي ايفنت او اي حدث غير مخطط له، ده ممكن يعمل افكت او يؤثر على البروجكت بتاعي. لكن في ملحوظة مهمة جدا قلناها، ان not all risks are negative، مش كل المخاطر بتاعتنا بتكون سلبية. في بعض الايفنت او بعض المخاطر ممكن انها تكون ايجابية. زي ايه؟ زي ان يحصل lower price في بعض الحاجات، زي ان انا اشتري مادة خام فالمورد بتاعي عنده كمية كبيرة جدا منها، مثلا من خام القطن مثلا، فعمل اوفر فخفض في سعر القطن، وانا مصنع ملابس قطنيه او مصنع ملابس جاهزه بستخدم القطن. في الحاله دي اللور برايس هنا اصبح بالنسبه لي بوزيتيف ريسك، اصبح بالنسبه لي بوزيتيف ريسك. وده يمكن حصل في الكوفيد 19 لما حصل ان الناس كلها توقفت عن العمل، بدأنا نلاقي أمريكا عشان هي من أعلى الدول المصدرة للبترول بدأت تقول اللي هياخد برميل بترول هياخد عليه 3 دولار هدية، يعني أنا أشتري البترول وفوقه 3 دولار. طب ليه هم عملوا كده؟ لأن لما بندرس ونشوف تكلفة تخزين البترول بنلاقي إن تكلفة تخزين النفط هي أعلى تكلفة تخزين، لأنه تحتاج لمعايير معينة للتخزين. فلما بنلاقي هنا تكلفة البيع أو الشراء بتقل او بيختفي عملية البيع او الشراء نتيجة لأي أزمة من الأزمات، ده بيؤثر علينا ان انا النهاردة محتاج اتحمل تكلفة التخزين. فالحل ايه؟ ان اعمل اوفر لعملاء. فاصبح هنا الاوفر ده او العرض اللي بقدمه للعميل بتاعي انه يشتري بسعر قليل او يشتري بخصم على الكميات او يشتري بأي طريقة، ده بالنسبة لي بيكون عبارة عن positive risk. ولكن ده بيساعدني هنا النهارده، انا عندي واحد بيؤثر على المشروع النيجاتيف، ممكن يكون طبعا بيكون تاثيره سلبي، لكن ده هيلب يور بروجكت، ده بيساعد المشروع بتاعك. لما بيحصل ده when this happens، لما بيحصل ده we call it an opportunity، احنا بنطلق عليه اسم opportunity او فرصه. بس برضه ستيل هو handled، يعني احنا النهارده بنعمل له برضه هاندل، لان انا ممكن اشوف الاوفر من بعيد اروح بسرعه واشتري كميات كبيره جدا فتتنقل مشكله المورد اللي كان او مشكله السبلاير اللي كان بيحتفظ بكميات كبيره وبيتخلص منها عشان تكلفه التخزين تنقل ليا انا، وابقى انا اللي محتاج اتحمل تكلفه التخزين عليها. فحته ان انا اخد الفرصه او لا هي نفسها ريسك. يبقى اللي انا عرفته هنا ان الريسك هو عباره عن حدث غير مخطط له وغير مؤكد، ممكن يؤثر على المشروع بتاعي سواء بالايجابيه او بالسلبيه. لو هو سلبي هيبقى نيجاتيف ريسك، لو هو ايجابي بنطلق عليه opportunity ريسك. بعد ما تعرفنا على الريسك وعرفنا ان هو اي حدث غير مخطط له ممكن يؤثر على المشروع بتاعي، الريسك مانجمنت، الريسك مانجمنت عبارة عن بروسيس. واحنا قلنا ان المانجمنت هي عملية، او بنقول عليها الادارة بنقول عليها هي العملية الادارية، لانها بتتكون من مجموعة من العمليات المتكاملة زي التخطيط والتنظيم والتوجيه والقيادة ثم الرقابة. ادارة المخاطر هي المرحلة الثالثة، هي ادارة المخاطر هي عملية بتسمح لنا بفهم احداث المخاطر الفردية والمخاطر الشاملة وادارتها بشكل استباقي عشان أحقق أقصى قدر ممكن من النجاح، من خلال إني بقلل من أي تهديد، بقلل من أي تهديد أو وبعظم الفرص. يعني أنا النهاردة ببتدي أقول لأ، ده أنا عايز النهاردة أخلي الثريتس بتاعتي أو التهديدات في أقل حاجة فيها،
واخلي الاوبورتيونيتي اعظم منها واستغلها احسن استغلال، استغل الفرص بتاعتي احسن استغلال. فجميع المشاريع والبرامج والحافظات دايما محفوفة بالمخاطر. ليه؟ لانها فريدة ومحدودة، وبيفترض انها مدفوعة بالناس ومتأثرة من الخارج. يعني النهاردة انا اي حاجة بتحصل خارج المشروع بتاعي بتؤثر عليا، فجأة طلبات واحتياجات العملاء اتغيرت، يبقى انا لازم اطور المنتج لواجهة هذه الطلبات والاحتياجات. طب في حالة ان انا استمريت زي ما انا، يبقى انا عندي هنا ريسك ان العميل اصبح الديماند بتاعه هيقل، او طلب العميل هيقل على المنتج بتاعي، يبقى اصبح انا كمية المبيعات بتاعتي هيحصل لها ايه؟ هتقل. اذا الارباح هيحصل لها ايه؟ هتقل. يبقى انا لازم اكون مواكب وموازي للتغيرات اللي بتحصل في احتياجات ورغبات العملاء، ان انا اخلصها، ان انا ابتدي اشوف احتياجاتهم ورغباتهم ماشيه ازاي من خلال الدراسات السوقيه اللي بنعملها، فابتدي اطور واعظم من قيمه المنتجات اللي انا بقدمها. فبالتالي انا ده بيقلل لي من المخاطر ويزود لي من ايه؟ من الفرص. ودايما ده اللي انا بقوله، ان انا اقتنص الفرص واحصل عليها كامله. ممكن يكون للمخاطر تاثير ايجابي او تاثير سلبي زي ما اتفقنا على تحقيق اهدافي. انا قلت ان انا عندي هدف، الهدف ده ممكن يتاثر ايجابا او سلبا نتيجه لخطر اتعرضت ليه. طبعا هنا، وطبعا قلنا المخاطر السلبيه هي تهديدات والمخاطر الايجابيه هي فرص. وبتدار عملية إدارة المخاطر كلها، طبعا احنا بنبتدي ندرس بقى مع بعض ليه احنا بندرس إدارة المخاطر. Why is the risk management so important؟ أنا ليه النهاردة هي مهمة بالنسبة لي؟ Why risk management is so important؟ ليه أنا النهاردة هي مهمة؟ لأن هي بتؤثر على البروجكت بتاعي سواء سلبي أو إيجابي، فبالتالي أنا لازم أعرف how to manage my risk، ازاي امانج الخطر اللي ممكن يتعرض ليه البروجكت بتاعي. فبالتالي انا بحاول عشان اقدر استفيد من كل الفرص اللي بتفتح قدامي في السوق، واغتنمها واحقق منها اعلى ايرادات ممكنه، واقلل من كل التحديات اللي بنتعرض ليها او المخاطر ومن اثرها على البروجكت بتاعي. اذا اداره المخاطر من المهام الهامه جدا لشركتنا او لمؤسستنا او المنظمه بتاعتنا، إنها تكون على علم ووعي ودراية كافية بيها. فالمخاطر جزءاً من كل الأعمال التجارية، ولكن التعامل مع المخاطر تعتبر إدارة المخاطر مهمة جداً جداً جداً. وبعد كده إن شاء الله هنبتدي نتعرف على أهمية أسباب هذه، يعني أهمية التواصل أو أهمية التعرف على إدارة المخاطر. مع بداية دراستي للريسك مانجمنت محتاج أفرق بين حاجتين. الحاجة الأولى، زي ما عرفت إن في مخاطر ومخاطر إيجابية ومخاطر سلبية، محتاج أعرف كويس جدا 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 إن أنا عندي حاجة مهمة قوي اسمها البروجكت والبرودكت. طب إيه الفرق؟ هل في فرق بين كلمة بروجكت وكلمة برودكت؟ أيوه. وفي عندنا حاجة اسمها البروجكت لايف سايكل. البروجكت لايف سايكل هي دورة حياة المشروع. دورة حياة المشروع يعني بيبدأ ويوصل لمرحلة معينة ثم ينتهي أو يختفي زيه زي الإنسان بالظبط. في عندنا فرق بين البرودكت والبروجكت. يعني النهاردة لما أجي أقول إيه هو البرودكت، ببتدي أقول إن المنتج بتاعي هو عبارة عن ما تم إنشاؤه وتنفيذه نتيجة لتنفيذ المشروع. يبقى النهاردة أما أجي أقول البرودكت هو إيه؟ What is created as a result of executing the project، يعني هو عبارة عن الحاجة اللي أنشئت وكانت النتيجة من وجود المشروع. عندي مصنع للسيارات، أنتجت سيارة، يبقى إذن السيارة هي نتاج هذا المصنع. When we talk about the project، لما project management، لما نيجي نتكلم عن إدارة المشروع، فهنا إحنا بنتحدث عن العمل اللي بيتم داخل المشروع أو ما يتم إنجازه داخل هذا المشروع. ليه؟ لوصول، لان انا احصل على في النهايه على ايه؟ على منتج اقدر اوصله للعملاء بتوعي. فهنيجي نبص هنا هنلاقي ان البرودكت لايف سايكل او دوره حياه اي منتج بتتاثر معايا وبتؤثر على دوره حياه المشروع ككل. هنلاقي ان في سيلز هنا اللي هي المبيعات بتاعتي، وفي التايم. اول ما بنبتدي نعمل نقول ان احنا عندنا مصنع وهيبدا يكون في انتاج للسوق، بنبتدي نعمل حاجه اسمها ريسيرش اند ديفلوبمنت او مرحله الديفلوبمنت. مرحلة الديفلوبمنت أو مرحلة دراسة أو اللي هي عملية الدراسة والتطوير والنمو والبحث عن
التطوير للمنتجات ان انا اعمل دراسة سوقية وابتدي اتعرف على احتياجات ورغبات العملاء. في مرحلة الريسيرش اند ديفلوبمنت انا ببذل وقت زي ما احنا شايفين سهم التايم بتاعي متأثر، وببذل مجهود وبصرف فلوس، عندي نقود بتتصرف ولكن ما عنديش اي نسبة مبيعات لان لسه لم اقرر ولم احدد طبيعة المنتج بتاعي. امتى بقى بتبتدي المبيعات؟ بيبدأ ان انا خلاص انهيت مع نهاية مرحلة الديفلوبمنت او مرحلة الريسيرش اند ديفلوبمنت البحوث والتطوير، بتبدأ مرحلة تانية اسمها البرودكت انترودكشن، ان انا اقدم المنتج بتاعي للسوق. تقديم المنتج بتاعنا للسوق يا جماعة معناه ان بقى فيه برودكت فعلي، ان احنا انشأنا وبقى فيه برودكت فعلي او منتج حقيقي موجود معانا. هنا بتبدأ حضرتك تعمل له انترودكشن من خلال الدعاية والإعلان، وبيكون عندنا بعض الكميات الترويجية اللي بتستخدم. بعد مرحلة البرودكت اند انترودكشن بيحصل حاجة اسمها اكسبتنس اند جرو، اللي هي عملية قبول المستهلكين للمنتج بتاعي وبداية الطلب عليه، خصيصا بدأت تزيد المبيعات ويزيد الطلب على المنتجات، هنلاقي اللاين بتاع المبيعات الخط ده عمال يرتفع. بعد كده بنبتدي لمرحلة من أهم المراحل وهي مرحلة النضج. مرحلة نضوج المبيعات إن أنا عندي أصبح في ثبات في المبيعات بتاعتي لفترة زمنية طويلة. ولو فكرتكم كده بشركة من شركات الموبايل زمان، كان نوكيا أول ما ظهرت الموبايلات في بداية الألفينات، بدأت هي نسبة المبيعات الأكبر على مستوى الدول العربية بل والعالم، إلى أن حدث تغير في احتياجات ورغبات العملاء، إن إحنا كعملاء بقينا عايزين كاميرا، عايزين نحط ميوزك، عايزين نتفرج على فيديو، عايزين يكون عندنا خدمات إنترنت لتبادل الإيميل وعمل ومشاركة الأعمال بتاعتنا ومتابعتها. فبالتالي بدأ يحصل إيه؟ بدأ يحصل إن إحنا ما نشتريش الموبايل النوكيا، لأن ظهرت سامسونج في السوق بتدينا بعض الآليات مع آيفون، بعض الآليات اللي إحنا بندور عليها. فبدأت الناس تعمل عزوف أو تبعد عن شراء نوكيا. فبالتالي النهارده حصل عملية حاجة اسمها الانحدار. بعد مرحلة النضج هنا الشركة بتكون في خطر رهيب. المفروض إن أنا لو عندي وعي أو علم بالمنظومة أو بعلم الإدارة، لما بيوصل تساوي في الإيرادات لفترة زمنية طويلة معناها إني أبدأ أقلق وأبدأ أفكر في حل على طول، وإلا الفترة اللي بعدها هي مرحلة الديسلاين أو الانحدار. مرحلة الانحدار بيجي بعدها حاجة اسمها الـ end of life، إن انتهت حياة هذا المشروع أو هذا المنتج إلى الأبد. ممكن مشروع يكون قائم بينتهي منتج ويبدأ منتج جديد. يعني مثلا السيارات، إحنا كل سنة بتنتج سيارة موديل السنة، معنى كده إن مصنع السيارات كمصنع كبروجكت أو كمشروع لم ينتهي، ولكن البرودكت ده بينتهي. يبقى دورة حياة المنتج ممكن تنتهي ولكن تستمر دورة حياة مين؟ المشروع. وبكده تكون عرفت الفرق بين البرودكت لايف سايكل والبروجكت لايف سايكل. لكن لو انا معتمد على برودكت واحد، ولو انا ما عنديش تطوير وما عنديش ريسيرش اند ديفلوبمنت، المفروض ان انا كل ما ابدا للمرحله دي ابدا مرحله ريسيرش من الاول، وامر لمنتج جديد وامر بكل هذه المراحل الى ان يصل لهذه المرحله، اعيد الموضوع مره تانيه وهكذا، حفاظا على مستوى العمل بتاعي، لان بحافظ دايما على مستوى العمل ومستوى الثبات اللي انا فيه في السوق ومكانتي في السوق وميزتي التنافسيه. ولازم المنتج ده يكون فيه ميزه تنافسيه بتسمح لان العملاء بتوعي الديماند بتاعهم يزيد، فبالتالي انا ازود في البروفيت والارباح بتاعتي. وده كان الفرق بين البرودكت والبروجكت، ودي حاجه مهمه لازم اكون عارفها وانا بدرس اداره المخاطر. Why risk management important؟ ليه أنا مهم إني أدرس إدارة المخاطر؟ أول حاجة عندي خالص إن أنا بحدد الإطار الزمني اللي بتحدث فيه المخاطر، أقرب وقت أو وقت محدد، أو ممكن يحصل لي الخطر ده في السنة دي أو السنة الجاية أو الشهر اللي جاي أو بكرة أو بعده على حسب. فبالتالي هنا من فهم الخطر بقدر أحدد التكلفة اللي انا ممكن اخسرها او اللي ممكن اتحملها نتيجه لتجنب هذا الخطر. انا عندي النهارده اني ممكن احط بلان واحط كمان التكلفه، يبقى هو عندي هنا important to cost، هو مهم جدا للتكلفه ومهم للسكادول يا جماعه، انك تحقق النطاق والجدول الزمني بتاعك والكواليتي كمان بالتفصيل. ليه؟ وفقا لطبيعه المخاطر اللي بتتعرض لها. يبقى لما حضرتك بتكون عارف ريسك مانجمنت ودارسها،
بتقدر تحدد انا ممكن الخطر ده يحصل امتى، ابتدي احدد الريسك مانجمنت بتاعتي، اداره هدير الخطر ده ازاي، فهقدر ادير التكلفه كويس، هقدر احدد الوقت وادير الجداول الزمنيه بتاعتي بشكل كويس. لو انا عارف ان الفتره دي من السنه بيحصل فيها ركود في المبيعات، ما افضلش انتج بنفس الكميه، ممكن اقلل في الانتاج علشان اقدر احقق هذه المبيعات وهكذا. فبالتالي انا لازم احدد الخطر بتاعي defined as soon as possible، لازم يكون معروف على وجه السرعة. ليه؟ لأن النهاردة أنا بيحصل impact، والإمباكت ده لازم يكون معروف تأثيره هيكون إيه، معروف كميا هيؤثر عليا إزاي في التكلفة، مراجع الجدول بتاعي زمنيا بشكل كبير. ففي الحالة دي أنا بحدد التكلفة إيه، الجدول الزمني إيه، الكواليتي اللي أنا محتاجها إيه، كل ده بيتطلب مني إدارة مخاطر جيدة أو ريسك مانجمنت بشكل متميز. لما أجي أتكلم على الريسك مانجمنت، أول حاجة عندي خالص هيبتدي يقول لنا إيه؟ ليه هي بتعتبر مهمة؟ زي ما قلنا الحاجة الأولى الريسك مانجمنت عندنا مهمة ليه؟ لأنها بتكافح أو بتواجه التأثير الكلي لعملية إدارة المخاطر على المشروع، وده بيتم تحديده من خلال نقاط معينة. يبقى أنا عندي النهاردة to combat، يعني عشان لمكافحة التأثير الكلي overall impact of the risk management process on the project can be defined in given point. يعني إيه؟ يعني لمكافحة التأثير الكلي لعملية إدارة المخاطر على المشروع لازم أحدد عدد من النقاط. النقطة الأولى إن بتساهم إدارة المخاطر في نجاح المشاريع من خلال تحديد المخاطر سواء الانترنال او الاكسترنال ريسك. يبقى انا عندي هنا الريسك مانجمنت هتساعدني في ان انا انجح. انا دايما بعمل مشروع علشان احقق فيه نجاح، انا عايز انجح في تحقيق هذا المشروع. يبقى تو سكسس عشان تنجح لازم يكون عندك ايه، لازم تكون تدترماين، لازم تدرماينج يعني ديترماينج يعني انك تكون على علم او محدد المخاطر الانترنال والاكسترنال ريسك، عشان تقدر لما تكون عارف ايه الخطر الداخلي وايه الخطر الخارجي تقدر تتحكم فيه وتتعامل معاه بشكل جيد. يبقى الهدف، يبقى الاهميه الاولى للريسك مانجمنت هي انها تساهم في نجاح المشروع من خلال تحديد ايه يا جماعه، المخاطر الداخليه والخارجيه. يبقى هي ساعدتني في نجاح البروجكت بتاعي من خلال ان انا اصبحت عارف جميع المخاطر الداخليه والخارجيه اللي ممكن تؤثر على المشروع او على المنتج او على المنظمه بتاعتي ككل. الحاجه الثانيه انا بتاكد لما بتابع ريسك مانجمنت او اداره المخاطر بيديني عمليه تاكد ان انا بضمن ان المشروع بتاعي شغال بمنتهى السلاسه ومنتهى السهوله، وبيمكن مدير المشروع هنا ان هو يوصل خططه لاصحاب المصالح او الستيك هولدرز اللي هم المشاركين او اصحاب المشروع او المؤسسين. يبقى ساهمت معايا هنا الريسك مانجمنت in order to ensure the project run smoothly، بيمر بمنتهى السلاسه وبمنتهى البساطه، شغال بشكل كويس. The project manager، البروجكت مانجر هنا او مدير المشروع بتاعي او مدير الشركه او المنظمه can communicate their plans with stakeholders، من حقه ان هو يوصل الخطه بتاعته او البلان بتاعته لمين؟ للستوك هولدرز او اصحاب المصالح. طبعا انا النهارده كصاحب شركه او كصاحب مصنع، اول بحلاقي المدير اللي بيشتغل معايا على علم باداره المخاطر، وكمان حاطط بلان هاو تو ريسبونس، ازاي هيواجه المخاطر اللي بتتعرض بيها الشركه او المؤسسه. في الحاله دي انا اجري على طول، لان انا بثق اكيد وبكون متاكد ان الشخص ده قد المسؤوليه وقد الثقه، وهيقلل من الاثار السلبيه اللي ممكن يتعرض بيها المشروع نتيجه لمعرفته بايه؟ نتيجه لمعرفته بالمخاطر الداخليه والخارجيه زي ما قلنا قبل كده. يبقى دراسة إدارة المخاطر هتساعده على إن هو يكون على علم بالإدارة بالمخاطر الداخلية والخارجية اللي ممكن يتعرض ليها المنتج أو البروجكت بتاعه، بالإضافة لإن هو هتساعده إن هو يتأكد، لإن هيكون في عملية كنترول، مش إحنا بنقول في مونيتور أند كنترول، إن أنا بتابع وبراقب العمل بشكل مستمر، فبتأكد إن كل حاجة ماشية على الشكل السليم، وبقدر أعمل اطلاع لأصحاب الشركة أو أصحاب المشروع أو المنظمة على البلان اللي موضوعه للكويك ريسبونس او لمواجهه هذه المخاطر بالشكل السليم.
فهنا احنا بنقول هل يبقى هنا ثبت لنا ان قد ايه اهميه اداره المخاطر، قد ايه اداره المخاطر مهمه جدا جدا في اثناء ادارتنا للمؤسسات او للشركات. وده يعني دول اول نقطتين في الجزئيه دي. برضو هقول to combat the overall impact of the risk management process on the project can be defined in given point. يعني ايه؟ قلنا لمكافحه التأثير الكلي لعملية إدارة المخاطر عشان تقدر تعمل إيه؟ تقدر تساعدني إن أنا أحدد نقاط محددة. قلنا أول حاجة إنها عرفتني، عرفت المخاطر الداخلية والخارجية. تاني حاجة ساعدتني إن يكون عندي بلان أعرضها على الستوك هولدرز أو الشركاء وأصحاب المؤسسة أو المشاركين فيها. الحاجة اللي بعد كده والمهمة جدا 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 إن هي بتساعد البروجكت مانجرز. This is help project manager to maximize the outcome and reducing the chance of failing of project. يعني بتساعد المدير انه يبتدي يعلي من ايه؟ من الايرادات يا جماعه. بيعظم من النتائج اللي ممكن يحصل عليها، برفع الايرادات وبعلي الارباح بشكل كبير جدا. لان قدرت ان انا طالما درست اداره مخاطر فانا بقيت عارف ان في عندي بعض المخاطر الايجابيه اللي هي البوزيتيف اللي بنسميها ايه؟ opportunity. فقلنا ان دور المانجر او مدير اداره المخاطر ان هو يعظم من الفرص فيستفيد من البوزيتيف ريسك اللي هو عباره عن opportunity. فبالتالي ده هيعمل ايه؟ هيماكسمايز الاوت كام، هيزود او هيعظم النتائج اللي ممكن يحصل عليها لانه على علم بهذا الموضوع، وكمان هو عارف النيجاتيف ريسك، فبالتالي هيقدر يتجنب كل هذه التهديدات فهيؤخر او هيقلل من فرص ان انا المشروع بتاعي يحصل له سقوط او انهيار. وتقليل سقوط المشروع دي من الحاجات طبعا المهمه والرائعه بالنسبه لي، ان يقل اقلل دايما ده بان انا اكون مسيطر على كل التهديدات اللي ممكن اتعرض ليها. ولذلك دراسه اهميه المخاطر مهمه جدا لكل القطاعات، لكل الكيانات، لكل انواع الشركات، سواء كانت مؤسسات خدميه، مؤسسات اجتماعيه، مؤسسات انتاجيه، وخصوصا بقى في الانتاجيه لان بتكون طبعا لها تاثير على التاثير المادي بتاعها بيكون عالي شويه. فبالتالي انا محتاج ان انا اهتم بالريسك مانجمنت جدا. بدات النهارده الشركات الكبيره يكون فيها إدارة اسمها إدارة المخاطر، مسؤولة عن إنها مش بس إنها يبقى عندها السلامة والصحة المهنية والإجراءات السلامة للعاملين، لا هي كمان بتدرس كل ما يتعلق بالمنافسين وبتدرس كل ما هو خارجي عشان تقدر تحمي ده وتمد المعلومات الجيدة والمناسبة للإيه؟ للمديرين. ده بالنسبة للبعد الثالث أو النقطة الثالثة في Why is risk management important؟ طيب الريسك مانجمنت بلان. الريسك مانجمنت بلان يعني النهارده اصبحت عارف ان عندي ريسك مانجمنت، عندي ريسك وعندي اداره، بقيت عارف علم الاداره. طب احنا الخطوه الاولى في الاداره هي البلان، التخطيط. يبقى انا النهارده محتاج اعمل ريسك مانجمنت بلان، يبقى هخطط لاداره المخاطر، خطه لاداره المخاطر. هيلب يو، هي بتساعدك تو بيكم. هي بتساعدك ليه بقى؟ بتساعدك خطة إدارة المخاطر على أن تصبح استباقياً. يعني استباقياً proactive، يعني استباقي يا جماعة and developing actions، يعني حضرتك استباقي وكمان بيكون عندك تطوير، وده بيقلل من إيه؟ to reduce the likelihoods اللي هي احتمالية حدوث الخطر. يبقى حضرتك لما بتخطط risk management plan، لما بيكون عندي خطة إدارة المخاطر بشكل جيد، ده احنا هنتناوله بقى في المحاضرات الجايه ان شاء الله. هعمل ازاي هعمل ريسك مانجمنت بلان، ده هيساعدني ان انا اكون اكتر حرص، هيساعدني ان انا اكون سباق للمخاطر، هطور اجراءاتها، هقلل من احتماليه تعرضي ليها، لان بقى عندي خطوه استباقيه تجاهها، وهي ان عندي خطه لمواجهه او ايه اداره هذه المخاطر. الخطه دي بتساعدني ان انا ممكن افويد الخطر اصلا، اتجنبه تماما ما يحصلش اصلا، وممكن ان انا تساعدني ان انا اميتيجيت ذا ريسك، يعني ان انا اخفف من حده الخطر اثناء وقوعه. الخطر وقع بالفعل على المؤسسه ولكن يكون تاثيره ضعيف عن مؤسسات اخرى. هنلاقي بعض الشركات مثلا اللي كانت بتشتغل
في بعض المستحضرات الطبية ما كانتش بتنتج كميات كبيرة من الكحول، لكن لما جت الكوفيد 19 أصبح عندها مشكلة معينة في الإنتاجية، فبدأت تزود من إنتاج الكحول لأن أصبح في ديماند عالي جدا إن منتج الكحول أصبح هيدخل في كل بيت، مش شرط إن هو يكون في المستشفى أو في العيادة الطبية، ده بقى في كل بيت مع كل فرد وفين على مستوى العالم. فبالتالي هو عايز ينتج كميات ضخمة، عايز يغطي أكبر مساحة ممكنة من العالم، عايز يعمل عروض تسويقية عالية، يبقى هنا محتاج إن هو يشوف الريسك بتاعه إيه. الريسك اللي حصل إن الكوفيد 19 لما جه وده ريسك اكسترنال، أنا فاهم إن هو ريسك خارجي أو خطر خارجي. الخطر ده لما جه أدى لإن الناس بقى عندها ديماند أو عندها طلب على منتج معين اللي هو الكحول. الطلب ده لما احتاجوه وطلبوه كان لازم يكون في شركات بتوفي بهذه الرغبة وتحقق هذا الطلب. ففي الحالة دي بدأنا نحط بلان هاو تو مانج الريسك ده. الريسك هنا هو بوزيتيف بالنسبة لي لأن opportunity هحقق منها أعلى نسبة أرباح كشركات لصناعة الكمامات والكحول. وصلت كده؟ ده بالنسبة للجزئية دي. يبقى أنا كده فهمت فكرة إن أنا يكون عندي ريسك مانجمنت بلان ويكون عندي أذروايز إن أنا بفكر بشكل مختلف. الريسك مانجمنت بلان بتساعدني إن أنا أستغل الفرص كويس أوي، أتجنب المخاطر أو التهديدات، بتخليني سباق دايما، ممكن أفويد الريسك أصلا. يعني أنا النهاردة سمعت عن الخطر ده حصل في الصين في الأول، لو أنا في السعودية أنشأت مصنع وبدأت أحط بلان إن أنا أزود في الإنتاج شوية، بدأت أسمع وأدرس هو بينتشر على مستوى العالم وصل فين وفين وفين، فأصبح احتياجات العالم متغيرة، أصبح احتياجات العالم هتحتاج الديماند على المنتج ده هيزيد في الفترة اللي جاية. وده لأن لو رجعت لعلم الإدارة لما اتكلمنا عنه قلنا إن علم الإدارة الخطوة الأولى فيه قبل البناء هي عملية الفوركاست. الفوركاستنج هنا هي عملية التنبؤ، يبقى لو أنا تنبأت صح هحط بلان صح هبتدي يكون عندي سرعة استجابة ويكون عندي low impact، تأثير أقل على المشروع بتاعي. وده بنقول إن الريسك مانجمنت بلان خطة إدارة المخاطر help you to become proactive عشان تخليك أكتر استباقية and developing وكمان أكتر تطورا actions، أتطور كل الإجراءات بتاعتك الأكشنز to reduce the likelihood إن أنت تقلل من احتمالية حدوث الخطر. هبتدي أشوف هنا هو ليه إدارة المشروع مهمة. هيقول لي إن كلمة ريسك مانجمنت أصلا أو إدارة المشروع دي عبارة النهاردة عن حاجة مهمة جدا جدا في إدارة المشروعات. أي مشروع أو أي مؤسسة حضرتك هتيجي تديرها لازم يكون عندك حاجة اسمها ريسك مانجمنت، زي ما قلنا إدارة المخاطر. إذا بتعد إدارة المخاطر هي جزء مهم جدا من إدارة المشروع، لأنها بيمكن إنها بتزود لي بشكل كبير جدا يا جماعة، ممكن تعمل لي إنكريز، يعني بتزود بشكل كبير جدا من فرص النجاح and successful outcome نجاح هذا المشروع. بالإضافة إن أنا من خلال تطوير خطة إدارة المخاطر زي ما قلنا إحنا عندنا الريسك مانجمنت بلان اللي كنا بنتكلم عنها من شوية، من خلال تطوير خطة إدارة المخاطر أنا بقدر بمنتهى البساطة إن أنا أحصل على عدد من الفوائد. أهم فايدة فيها إن أنا بتساعدني في تجنب الكوارث الكبيرة، كارثة كبيرة هتحصل أنا عندي علم فبالتالي بتجنبها أو على الأقل خالص بقلل من التأثير اللي ممكن تحصل فيه حتى لو حصل. بتعمل انكريز، بتزود لي او بتزيد من عائدات دايما عن طريق ان انا بخفض التكاليف الخاصه بيا. انا طول الوقت بعمل على اللوينج الايه اللورينج يور كوست، ان انت تقلل من تكلفتك، بعمل باللور كوست. يعني انا طول الوقت بدور على ان انا اعلي انكريز يور ريفينيو، انا بعلي الايرادات والارباح من خلال تخفيض التكاليف. فطول الوقت انت عمال تفكر ازاي تتجنب المخاطر اللي ممكن تؤثر على التكلفه. زي ما اتفقت مع حضراتكم قبل كده وقلت لك لو انا عندي ماده خام اتاخرت عن وصولها للمصنع بتاعها، عدم وصول الماده الخام للمصنع معناه توقف للعمليه الانتاجيه، يبقى هنا هيحصل ارتفاع لتكلفه التشغيل. لكن لو الماده بتوصل والمصنع شغال على طول، يبقى الماده هنا لما بتوصل والمصنع شغال على طول يبقى الايرادات مستمره، يبقى في ارتفاع في الايراد مع انخفاض في التكلفه. طيب بعد كده بتساعدني ان انا اكمل المشروع بنجاح، بتضمن لي ده ensure successful project A completion، يعني ان النهارده بتضمن لي نجاح المشروع او استمراريته بنجاح.
بتديني ميزه تنافسيه كويسه قوي. زي ما قلنا انا النهارده، انا لو انا دارس بروجكت ريسك وعارف ان انا اتعامل مع مخاطر المشاريع كويس قوي، ده بيديني ميزه تنافسيه ان العميل بتاعي بيكون عنده ثقه في المنتج اللي انا بقدمه. حضرتك بتدرس سايبر سيكيورتي، لو انا بشتغل النهارده في اي شركه وبشتغل المفروض النهارده على فكره السايبر سيكيورتي بقى فيها مانجر بيدير مخاطر السايبر سيكيورتي، لما بيكون موجود بيدي ميزه تنافسيه لايه؟ لهذه الشركه، ان في امن للمعلومات بشكل كبير وفي حمايه ليها بشكل كبير. بيديني طبعا احساس بالمسؤوليه زياده جدا، انا النهارده عندي حاسس قد ايه انا مسؤول عن هذا، اي خطر بيحصل في اداره مسؤوله، فبالتالي هي طول الوقت عايزه تبعد عن المساءله، طول الوقت عايزه تحقق نجاح او نتائج كويسه، فطول الوقت هي بتدرس المخاطر بشكل جيد. بعد ما عرفنا الـ why risk management is important، وإن أي مشروع النهارده أو أي منظمة أو أي شركة بتتداول الـ risk management بشكل كبير وبدأ يبقى أخد مساحة كبيرة من شغلها، جالنا عالم اسمه ريتشي في 2007 وبدأ يشرح لنا. قال لك النهارده إن هو قسم لنا المخاطر لثلاث أبعاد، البعد الأول هو بعد الاحتمالية، والبعد الثاني هو العواقب، والبعد الثالث هو الشدة والكشف. النهاردة هبتدي أقول البعد الأول العملية الاحتمالية، احتمالية وقوع أحداث. احتمالية وقوع الحدث يعني الحدث ده في حالة وقوعه هتحصل نتائج محددة، يبقى أنا بحط إن في حالة حدوث الحدث ده وقع النتيجة هتكون 1 2 3. الحاجة التانية هي العواقب، العواقب هنا أنا بحدد إيه هي العواقب أو خطورة وقوع أحداث معينة. ابتدي أقول لو الحدث ده حصل إيه المخاطر أو إيه اللي إحنا نتيجة تأثيره علينا هتكون ايه؟ ايه العواقب اللي هتتأثر بيها علينا؟ الحاجة التالتة نتيجة الكشف بقى، ان انا ابتدي اكشف ايه هي الممرات المسببة والمؤدية لهذه الاحداث؟ ايه اللي سبب الحدث ده؟ ايه اللي خلانا نخسر؟ او ايه اللي خلانا اذا اتعرض لهذه المخاطر او لهذه المشاكل؟ يبقى في الحالة دي انا ببتدي اتعرف على الاحتمالية، ببتدي اشوف ايه عواقب وقوع هذا الخطر؟ ايه عواقب الاحتمالية وقوع الحدث ده؟ وببتدي احط لكل حاجه منهم احتمالات عشان يكون عندي طبيعه التعامل. ببتدي اشوف الاحتمال بتاعه عامل ازاي، احتمال في حاله حدوث الخطر انا الخطر ده هيؤثر عليا تاثير حدته قد ايه، طيب لما حصل العواقب بتاعته ايه، طب اكتشفه ازاي. فبالتالي النهارده قال لنا ان الريسك بيساوي ايه، قال لك ان الخطر هو الاحتماليه في الشدة أو الإحساس بالخطر في معدل الكشف عنه اللي هو إيه الكشف بتاعه، ده بيساوي الريسك في النهاية. التلاتة دول بضربهم في بعض بيدوني الريسك في الآخر، وده هنتناوله تفصيلا إن شاء الله في الفترة اللي جاية. في النهاية بسألكوا سؤال وأقول What is risk management؟ يعني إيه إدارة مخاطر؟ بعد كل المحاضرة الطويلة دي إدارة المخاطر جمعتها لكم في نقاط سريعة، هي عبارة عن Risk Management is a project in project is the identification, analysis and treatment of potential impact to the project based on an assessment of likelihood and consequence. يعني إيه؟ يعني إدارة المخاطر في المشروع هي تحديد وتحليل ومعالجة الآثار المحتملة على المشروع بناء على تقييم الاحتمالية والنتائج. يبقى في النهاية خالص أي مشروع أو أي بروجكت عندي أو أي organization risk management بتاعها هو عبارة عن إيه؟ إدارة المخاطر داخل المشروع هي عبارة تحديد وتحليل ومعالجة الآثار المحتملة على المشروع بناء على تقييم الاحتمالات، أنا بشوف احتمالية حدوثه والنتائج المتوقعة منه. يبقى هي عبارة على تقييم، بعتمد على تقييم الاحتمالية والنتائج. وبكده أبقى أنا ختمت مع حضراتكم النهاردة بـ What is the risk management؟ جمعت لكم يعني إيه risk management in a project أو داخل أي مشروع أو داخل أي مؤسسة أو داخل أي شركة أو منظمة. إن الـ risk management بتاعك هو عبارة عن إن حضرتك تكون دارس وعارف عامل تحليل وتحديد للمخاطر وكمان معالجها ومعالجتها وعارف الآثار المحتملة على المشروع وتقييم الاحتمالية والنتائج الحاصلة اللي ممكن تحصل عليها نتيجة لذلك. إذن إدارة المخاطر في المشروع هي تحديد وتحليل ومعالجة الآثار المحتملة على المشروع
بناء على تقييم الاحتمالية والنتائج، إن أنا بقيم الاحتمال حدوثه والنتائج المترتبة عليه. وبكده أقدر أقول لكم إن إحنا خلصنا محاضرتنا الأولى، أتمنى لكم استماع جيد وإنصات، وإن شاء الله تكون على دراية كده وعلم بالمحاضرة كاملة، ونلتقي على خير في حلقة النقاش. مع خالص تحياتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.